السلام عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم وصفه رمضانيه ان شاء الله رغيف معسلين. كيف كتشوفوا معايا كيجيو مورقين بزاف وكيجيو لذاذ. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم. عندي ثلاثه الكيسان العبار بكاسه الانبه، ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندي واحد الفاني، غادي نحتاج نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال بودره الحليب، ممكن تعوضوها بلاصه ما تعجنوا بالماء تعجنوا بالحليب العادي. عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، صفر ديال البيضه، والماء على حسب الخليط. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. نزول طريقه التحضير على بركه الله، زائد واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نبدا على بركه الله، غادي ناخذ زلافه، غادي نشكل واحد الحفيره، غادي ندير بودره الحليب. كيف سبق لي ذكرت ممكن ما ديروش بودره الحليب الا عجنتو بالحليب. معلقه صغيره ديال السكر سنيده، صفر ديال البيضه، فاني، غادي ندير نص معلقه صغيره ديال خميره حلويات، وغادي نهربلها. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده اولا جوج صغار، وغادي ندير هادشي كامل. غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، غادي نعجن كلشي مزيان. دابا غادي نبدا نزيد الماء بشويه بشويه، الماء عادي يعني ما سخون ما والو. العجينه كيخصها تكون قاصحه واحد شويه. انا درتها هنا باش يسهل عليا نعجنها.
دابا غادي ندوز باش غادي نورى هاد العجينه بالنشا كيف كتشوفوا. غادي ناخذ كميه من النشا ها هو. خديت واحد الكميه وخليها على جنب. غادي ناخذ العجينه اللي دلكتها مزيان حربلتها بحال هكا باش نقسمها بشكل متساوي. نحاول ندير كرات يكون متساوي. وغادي نشكلهم يعني نكورهم. كيف كتشوفوا معايا خرجت لينا قسمت هذيك العجينه قسمتها على 16 كره. دابا غادي نخليهم على جنب وغادي ناخذ وحده كنرش شويه ديال النشا. صافي دابا من بعد ما كملت الكرات كاملين بالنسبه ليا حطيت يعني كل اربعه الكرات فوق بعضياتهم. ها نتوما هنا عندي اربعه 1 2 3 4. غادي ناخذ شويه ديال النشا وغادي نسرحهم مع بعضياتهم. صافي دابا كيف كتشوفوا معايا تقريبا ولات ورقه وحده. ها نتوما غادي ناخذ هكا كنطويها ولكن ما كنزيرهاش. كنجي لهاد الاخر كندير فيها شويه ديال هنا. خديت واحد معلقه صغيره ديال الدقيق خلطتها مع الماء وكنلصع. وكنسد بها بحال هكا. غادي نقطعهم على شكل مستطيل هانتوما راه كيجيو مورقين مازال فاش غادي يبداو يتقلاو وغادي يتحلو. صافي دابا من بعد ما كملت العجينه ديالي كيف كتشوفوها هي هنا وجدت العسل وهنا الزيت درتو تيسخن. بسم الله غادي نبدا على بركه الله كيفاش يجيو. في الاول كنديروا العافيه مجهده حتى كيطيب الزيت وكننقص منها.
صافي هما راه الطابو بداو تيتحمروا كيف كتشوفوا، كيجيو منفوخين. غادي نديرهم مباشره في العسل. هانتوما صافي. ومن بعد ما كملت الترغيف ديالي كيف كتشوفوا، ها هما كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مور عينهم قرمشين. صافي الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا كيف كتجي، كتجي مقرمشه ومنفوخه، كتجي مورقه. ممكن تخليوها بحال هكا اولا تزينوها بزنجلان اولا اللوز ايفيري اولا مهرمش، اي حاجه متوفره عندكم. بالنسبه لي انا غادي نزينها بشويه ديال اللوز ايفيري محمر. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف ديالنا كيف كتشوفوا. هما كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.